قادر تبد على العيلة أصلها ما شاء الله كبيرة. يعني أنا بتكلم في 13 أخ وأخت و80 ابن ويمكن 250 حفيد. أنا مش قادرة أصدق الرقم اللي أنا بقوله ما شاء الله. قبيلة لوحديكم قادر تبد على كل العدد ده؟ قادر انك انت تبقى المسؤول الراعي اللي بتسأل على ده هلا اي حد منهم بيصير عنده مشكلة بيكلمني بكون حده. ان احنا بالنهاية عائلة مترابطة يعني رغم كبر العائلة، ولكن يعني بس انما مش دايما بنتلاقى، مش دايما بتشوف فينا كلنا مع بعض. مثلا بقصد بعض الاحيان برمضان مثلا شهر رمضان انه يكونوا كلهم، لانه كتير كبيرة اذا بدك مع الأحفاد ومع ما شاء الله جوزهم ومع أولادهم 250 يعني ما شاء الله. فمنحاول بس في مكان يلمك يا كان لازم أعطيكم صورة تحطوها. هناخدها عندي بالمزرعة وقت بعمل الأفطار. بعمل الأفطار بيكونوا تقريبا الكل. بس صعبة تحفظهم كلهم ولا إيه؟ لكن لما اشوفهم بعدين اوقات الاولاد الصغار بنسى اساميهم، الصغار الصغار اللي بيكون مثلا العام في اوقات بيخلق اولاد بعد انا مش شايفهم. ايوه يعني انا بكون مسافر مثلا اوقات بيجينا احفاد، يعني احفاد لاخواتي، عرفتي كيف؟ انا مثلا بنت اختي مجوزه وعندها اولاد واولاد اولادها مجوزين صاروا، يعني عرفتي كيف؟ يعني صار العائله كتير كبيره وكتير. فصعب لما بشوفهم دغري اعرف هيدا ابن مين وهيدا ابن مين. يقول لك يا خالو انا فلان. انت ابن مين فيهم؟ ابني ابني ابني. ايوه ايوه ما شاء الله. بس دي حاجه حلوه. الغريب ان كانك ما تاثرتش بالعيله الكبيره، ما خلفتش غير ثلاثه بنتين وولد. انا تاثرت بجدي، جدي عنده ولد وبنتين. لا انت قول لي انا تعقدت من العيله الكبيره فقلت مش مخلف غير ثلاثه. الزمن رغم انه كان ياما زمانهم كان يمكن كان الوضع قد الحال وكان الامور مش مثل ايامنا هلا ماديا، ولكن انا بحس كان في هداوه بال اكثر ايامهم. بحس انه اليوم العائله الكبيره هي مسؤوليه كثير كبيره. كان زمان اللقمه الهنيه بتكفي 100 يعني مش كده؟ كمان بس بحس هلا انه مسؤوليات اكبر، رغم انه يمكن الامور الماديه اسهل. بحس كتير مسؤولية كتير كبيرة العائلة الكبيرة. ربنا يقويك يا رب. وكتير مهم يكون في تواصل وترابط ما بين العائلة. بالبنت العريض لو حتعنون لي فراق أبوك وأمك وعلي تحت عنوان واحد، جملة أو كلمة، حيكون إيه؟ فراق يعني فراق كان فراق أليم بالنسبة لألي، فراق مليان وجع. تسمي الوجع؟ ايه. ربنا يديك طولة العمر يا رب. لأنه كتير صعب فراق الأم من كلنا بنعرف قد ايه هو صعب، والأب، ولكن كمان الأخ بالنهاية هو جناح يعني، وكان بعمر صغير كمان يعني كان صعب بالنسبة لي.